بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اي سي تي جريد 5. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض ليسون 5 بعنوان Gathering Data and Presenting Information. قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوف القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة، ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اصحاب. اليوتيوب منع الكومنتس على الفيديوهات وصنف القناة انها مخصصة للاطفال، فعملت لكم لينك في الديسكريبشن في وصف الفيديو، ونضغط عليه ونكتب الكومنت او السؤال وانا اجاوب عليكم على طول. يلا بينا نبدأ درسنا، يلا بينا. في الدرس ده هيكلمني عن برنامج الإكسل، وهيكلمني عن بعض التولز المفيدة اللي احنا ممكن نستخدمها في الإكسل. فبيقول لي Here are some useful tools in Excel. Number one, add up numbers. جمع الأرقام. احنا ممكن نستخدم الإكسل إن احنا نجمع فيه مجموعة من الأرقام. طب إزاي الكلام ده؟ بيقول لي Select the cell you want to add together. يعني اختار السيلز اللي انت عايز تعمل لهم اد او تعمل لهم سم مع بعض، زي مثلا مجموعة السيلز دي. بعد كده تعالى من الهوم تاب اللي هي هنا، بنختار منها اوتو سم اللي هي بتكون بالشكل ده. بمجرد ما نضغط عليها فبيجمع لي مجموع السيلز دي كلها ويكتبه تحتها. تعال نشوف الكلام ده عملي. ادي عندي برنامج الاكسل، هنكتب فيه مجموعة من النمبرز وليكن مثلا 4 6 12 14، وعايز اعمل سم، عايز اجمع النمبرز دي كلها مع بعض. فالخطوة الاولى دايما بنعمل ايه؟ بنسلكت النمبرز دي، بعد كده بنيجي على الهوم تاب اهي، نضغط عليها ونختار منها اوتو سم. بمجرد ما هضغط على الاوتو سم فجمع لي النمبرز دي وكتبها لي ايه تحتها بالشكل ده. كمان بيقول لي ريممبر، انت تقدر تعمل العمليات الحسابية المختلفة برضو بالإكسل. ازاي؟ تو اد نمبر، عشان نجمع مجموعة من الأرقام فبنستخدم علامة البلس. كمان تو سبتراكت، عشان نعمل ماينس او نطرح مجموعة من الأرقام بنستخدم علامة الماينس. تو ملتبلاي، عشان نعمل باي بقى او نضرب مجموعة من الأرقام فبنستخدم علامة الاسترك دي. تو ديفايد، عشان نعمل ديفيجن فبنستخدم برضو العلامة دي. بيقول لي use equal in the cell that will create the formula. احنا اخدنا قبل كده ان احنا عشان نكريت فورميولا في الاكسل فبنكتب في السيل equal. اول ما نكتب equal في السيل فالاكسل كده هنا بيفهم ان احنا عايزين نعمل فورميولا. تعالوا نشوف الكلام ده عملي. لو جيت عندي في السيل دي وحبيت ان انا اعمل فورميولا تعمل لي ماينس لرقمين، فهعمل ايه؟ عشان اكريت فورميولا فاول حاجه بكتب ايكوال. طيب بعد الايكوال انا عايز اعمل ماينس لتو نمبرز، فانا هنا كل اللي عليا ان انا بختار بس السيل اللي انا عايز اعمل لها ماينس. فمثلا انا عايز اعمل ماينس للسيل دي، اول ما بضغط عليها فبيكتب لي اسم السيل على طول، هعمل لها ماينس مع اني سيل بقى، مع السيل دي. فالفورميولا دي معناها ان انا عايز اعمل 14 ماينس 4، المفروض النتيجة هتبقى ايه؟ المفروض النتيجة هتبقى 10. تعالوا نشوف كده لما نضغط على انتر فعلا الريزلت بقت ايه؟ 10. فهنا بالشكل ده قدرت ان انا اعمل فورميولا في الاكسل عشان اعمل سبتراكت او ماينس لرقمين. عندي حاجة كمان هنا مهمة بقى، احنا قلنا ان الاكسل ده ممكن نستخدمه ان احنا نعمل بي جرافس او نعمل بي تشارت. ففي الجزء ده بيقول لي انت ممكن تعمل جراف او تشارت بالاكسل، وكمان ممكن تعمل فيه بعض التغييرات. ممكن على سبيل المثال تقاد تايتل، ممكن تغير الكالر بتاعه، ممكن تختار نوع للجراف او للتشارت ده، كمان ممكن تختار لي اوت او تصميم الجراف او التشارت ده. تعالوا نشوف الكلام ده عملي. انا عندي هنا تيبل وهنا عايز اعمل لهم جراف، هعمل جراف ازاي؟ فباجي اول حاجه بسلكت التيبل ده، وبعد كده بضغط على انزرت تاب، ومنها بختار ريكومندد تشارت. لو جيت ضغطت عليها بيجيب لي اشكال كتيره للجرافس او للتشارت، فممكن انا اختار الكولوم جراف مثلا على سبيل المثال واقول له اوكي. فهنا دلوقتي عمل لي ايه؟ هو هنا دلوقتي عمل لي بقى الجراف للتيبل ده. فده عدد البويز هنا فين اهوت، عدد الجيرلز 8،
وعدد البيبز 4 زي ما انتم شايفين. تعالوا نرجع بقى للكتاب ونشوف احنا عايزين نعمل ايه. بيقول لي اول حاجه انا عايز اد تايتل تو جراف، عايز اضيف تايتل للجراف. فهضيف تايتل ازاي؟ قال لي من التول بار بنختار تشارت ديزاين وبعد كده اد تشارت اليمنت. ادي هنا اهوت التول بار، هختار تشارت ديزاين ومن التشارت ديزاين هختار اد تشارت اليمنت. ضغطت على اد تشارت اليمنت كده فبيقول لي تشارت تايتل، يعني عنوان للتشارت بتاعتي، وجايب لي اختيارات. انت مش عايز يبقى فيه تشارت تايتل خالص، عايز يكون اباف يكون فوق ولا عايز يكون سنتر؟ فهنقول مثلا انا هختار اباف تشارت واكتب هنا بقى العنوان بتاع التشارت بتاعتي وليكن مثلا ليرنينج تشارتس. كده انا عملت اد تشارت تايتل او ضفت تايتل للايه؟ للتشارت بتاعتي. الحاجه الثانيه عندي choose the color of a graph or a chart. ازاي بقى ان انا اختار لون للجراف او للتشارت ده؟ برضو من التول بار تشارت ديزاين ولكن بختار فورمات. عايز اغير اللون ده فبختار فورمات. هنا من فورمات بقى اقدر ان انا اغير اللون، فاجي هنا مثلا عايز اللون يكون بالشكل ده، تمام، عايزه مثلا يكون بالشكل ده، اوكي. عايز اعمل كل واحد بلون فبضغط على كل كولوم من دولت مرتين كده واختار لون خاص بيه، خلي ده بلون مختلف. يبقى احنا كده غيرنا الكالرز منين؟ من فورمات. بعد كده بيقول لي تشوز ذا تايب اوف جراف اور تشارت. ازاي اختار نوع التشارت بقى؟ من تول بار تشارت ديزاين واختار تشينج تشارت تايب. ادي عندنا من التول بار تشارت ديزاين واختار تشينج تشارت تايب. لو جيت ضغطت عليها بيقول لي تعالى بقى حضرتك ممكن تختار اي نوع انت عايزه من الانواع ديت، مفيش عندي اي مشكله خالص فيها. هختار الشكل ده واقول له اوكي، فهنا غير لي التايب او غير لي النوع للتشارت. عندي كمان بعد كده اللي اوت، ازاي ان انا اختار لي اوت للتشارت؟ برضه من تول بار تشارت ديزاين واختار كويك لاي اوت. هنا برضه اهوت من التول بار بختار تشارت ديزاين ومنها بختار كويك لاي اوت، فهنا بيجيب لي لاي اوتس كتيره او تصميمات مختلفه للتشارت بتاعتي، فاقدر ان انا اختار منها اللي انا عايزه، وليكن مثلا هختار الشكل ده عشان هو هنا جايب لي كمان النمبر او العدد بتاع كل ايه كاتيجوري من دي. يبقى انا في الشكل ده قدرت ان انا اغير اكتر من حاجه في التشارت او في الجراف. هنلاحظ ان كلهم بقدر اغيرهم منين؟ من التول بار تشارت ديزاين. بعد كده بيقول لي ديجيتال انفورميشن هاندلنج سكيلز او مهارات التعامل مع المعلومات الرقميه، فبيقول لي في عندي 4 سكيلز. اول حاجه ريسيرش انفورميشن، البحث عن المعلومه. الحاجة التانية collect information، ان احنا نجمع المعلومات دي. والحاجة او السكيلز التالتة اللي هي classify الانفورميشن، ان احنا نصنف المعلومات. ونمبر فور اللي هي process information او معالجة المعلومات. فخلينا ناخد اول حاجة كده researching. بيقول لي اول حاجة عشان نيجي نبحث عن معلومة معينة، first اول حاجة define a research question، لازم الأول نحدد سؤال البحث بتاعنا، نحدد إحنا عايزين نسيرش أو نبحث عن إيه بالظبط. Then use online and offline sources to find information. بعد كده استخدم أونلاين أو أوفلاين سورسز، مصادر على الإنترنت أو مصادر مش موجودة على الإنترنت عشان تبحث على المعلومة بتاعتك. أونلاين سورسز زي إيه؟ طبعا زي الإنترنت اللي هو بيكون موجود فيه مثلا ديجيتال بوكس، ديجيتال أرتكلز، ديجيتال لايبراريز، كل دي مصادر موجوده على الانترنت او اونلاين سورسز. طيب اوفلاين سورسز زي ايه؟ حاجات مش موجوده على الانترنت زي البرنتد بوكس، الكتب العاديه المطبوعه في الورق اللي هي بتبقى موجوده في السكول لايبراري في مكتبه المدرسه او حتى الكتب المدرسيه اللي هي معانا. السكيل الثانيه عندنا هي الكولكتنج انفورميشن او جمع المعلومات. بيقول لي يو كان يوز وورد اكسل بن اند بيبر فور كولكتنج انفورميشن، عشان اجمع معلومات ممكن استخدم برنامج الوورد او برنامج الاكسل. والاكسل بالذات بنستخدمه خاصه لو كان فيه نوميريك داتا او بيانات فيها نمبرز فيها ارقام. كمان ممكن ما استخدمش الكمبيوتر خالص
واستخدم بين اند بيبر اللي هي الورقه والقلم. كمان بيقول لي بوت داتا انتو سبيسيفيك فايلز اند فولدرز فور ديفرنت تايبس، يعني بعد ما جمعت البيانات دي حط الداتا بتاعتك في سبيسيفيك فايلز اند فولدرز لكل نوع، يعني مثلا الايمج خليها فولدر خاص بيها، التكست خليه فولدر خاص بيه، الفيديوز نعمل لها فولدر خاص بيها، والتيبلز برضو في اكسل او كده نعمل لها فولدر خاص بيه. ده طبعا عشان يسهل عليا بعد كده ان انا اوصل للمعلومه اللي انا عايزها. السكيل بعد كده اللي هي كلاسيفاينج انفورميشن، تصنيف المعلومات، ازاي ان احنا نصنفها بقى. بيقول لي اكسل جرافز ار وان اكزامبل اوف هاو يو كان كلاسيفاي اند بروفايد ا فيجوال برزنتيشن اوف داتا درون ان ذا فورم اوف ا جراف، يعني بيقول لي الجرافز في برنامج الاكسل مثال على ازاي ان انا اعمل كلاسيفاي او ازاي ان انا اصنف واعرض الفيجوال ريبريزنتيشن اوف داتا في شكل ايه؟ في شكل جراف زي ما احنا شايفين كده في الجرافز او في التشارت دي. السكيل نمبر 4 عندنا اللي هي البروسيسنج، اللي هي معالجه المعلومات او معالجه البيانات. بيقول لي بمجرد ان انت عملت ريسيرش للانفورميشن وبعد كده عملت كولكت للانفورميشن وكلاسيفاينج للانفورميشن، يعني صنفت المعلومات دي كلها، فهنا تيجي بقى دور الخطوه الرابعه او المهاره الرابعه، you want to process it to get result and share them with other. فانت هنا بقى الخطوه الرابعه بتكون ان انا process الانفورميشن دي، ان انا بعالج المعلومات دي. ليه بقى؟ to get result، عشان احصل على النتائج اللي انا هعمل لها share مع الاخرين. بيقول لي ريمبر احنا ممكن نستخدم الوورد، برنامج الوورد بنستخدمه ليه؟ فور رايتنج ا ريبورت، عشان نكتب بيه تقرير. برنامج الاكسل بنستخدمه فور كرييتنج سبريد شيت، عشان نعمل جداول، وكمان فور كرييتنج جرافس، عشان نعمل رسومات. والباوربوينت ده بنستخدمه تو كرييت ا برزنتيشن، عشان نعمل طبعا برزنتيشن. كده خلصنا الدرس بتاعنا، تعالوا مع بعض نحل الاسئله. Number one, you can use the نقط sign to add values of cells in Excel. عشان add values يعني اجمع، يبقى هنا هستخدم ال plus sign. Number two, to add up numbers in Excel, select the cells you want to add together, then click auto sum. يبقى عشان اجمع مجموعة من الارقام، فانا اول حاجة بختار السيلز اللي موجود فيها الارقام دي، وبعد كده بضغط على اوتو سام اللي هي موجوده في الهوم تاب. نمبر 3 تو كرييت ا فورميولا يو كان رايت، عشان اعمل فورميولا فطبعا بكتب ايكوال في السيل. نمبر 4 نقط جراف از ان اكزامبل اوف هاو يو كان كلاسيفاي داتا درون ان ذا فورم اوف ا جراف. الاكسل جراف الرسومات البيانيه في الاكسل ديت مثال على ازاي ان انا اعمل كلاسيفاي للداتا، ازاي ان انا اصنف الداتا في شكل ايه؟ جراف. نمبر 5 the color of the graph can be chosen from the command format. عشان نغير الكالر بتاع الجراف او بتاع التشارت بنغيره من الفورمات. نمبر 6 you can use the نقط program to collect numeric information. عشان نجمع numeric information او معلومات فيها ارقام، فاحنا بنستخدم طبعا الاكسل. نمبر 7 to add titles or labels of a graph you can choose not from toolbar. بختار add chart element. Number 8 when researching a topic you can use offline sources such as. الاوفلاين سورسز بقى زي ايه هنا؟ زي البوكس اللي هي الكتب المطبوعه العاديه. Number 9 not program is used to make slide show. Slide show هي نفسها البرزنتيشن. البرنامج اللي بيعمل سلايد شو او برزنتيشن ده برنامج الباوربوينت. نمبر 10 to divide the numbers within the cell in the excel you can use the نقط ساين letter b، لان ديت الساين او العلامه اللي بتعمل لي ديفايد. نمبر 11 you can use the نقط ساين to subtract the values of cells in excel، علامه السبتراكت اللي هي الماينس ساين. كده خلصنا الدرس بتاعنا، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اعملوا سبسكرايب، محتاجين ننشر القناه على كل الجروبات، انشروها لكل الناس اللي بتسال على شرح الاي سي تي، بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.